التماثل الكروية أهم بالعادة بالامتحان، بيجي الأسئلة عليهم أكثر، الأشياء اللي فيهم تماثل كروي أهم بالنسبة لنا. تخيل أعطيتك مثال كالآتي، هذا السؤال إجى بسنوات، في عندنا قشرة كروية محاطة بقشرة كروية ثانية، هاي نصف قطرها إيه، هاي نصف قطرها بي، هاي عليها مثلا موجب سيجما، هي عليها سالب سيجما. شوفي عندنا هون 2 سفيريكال شيلز، عندنا قشرتين كرويات، بكون طالب منك تحسب المجال عند R أقل من الـ A و R بين الـ A وبين الـ B، وعند R أكبر من الـ B بالمناطق هاي كليات. هذا السؤال إجى أسئلة سنوات، واضح؟ في عندنا تو سفيريكال شيلز فايتات جوات بعض، هاي نصف قطرها الصغيرة A، هاي نصف قطرها الكبير B، حلو على السريع مع بعض، هذا سهل كثير. أول حالة لما تكون R less than A، بنسولف وين؟ بالمنطقة هنا بالداخل، لما ترسم سطح قاوس بالداخل، شو جوات سطح قاوس؟ ما في شحنات، حيكون زيرو بيطلع. ايوه، فبستنتج E بتساوي صفر، بالمنطقة هاي قديش E بيطلع؟ صفر، واضحة هاي؟ بالداخل لأنه مفرغة فاضية. كويس؟ دكتور. طيب تمام، الحالة اللي بعديها in between، لما تكون R أقل من الـ B وأكبر من الـ A، فهنا بدك تحسب المجال بالمنطقة هاي صح؟ فبترسم سطح قاوس بالطريقة هاي، شو كمية الشحنات الجوات سطح قاوس؟ بس اللي على الشحنات الموجبات هذولا بس صح؟ فشو بتقول بالحالة؟ بأنه في عندك تماثل كروي، بستخدم القانون الجاهز، بقول E بيساوي K كي كيو على R تربيع. أيوة هذا قانون جاهز صار، K كمية الشحنات اللي بالداخل 4 باي A تربيع في سيجما، لأنه هاي مساحة الكرة الداخلية، هاي القشرة يعني الداخلية. كيف ايش يعني K سيجما يعني 4 باي A تربيع، يعني عشان المساحة جوا هاي السيجما لما تشوف سيجما بالامتحان يعني شحنات موزعة على السطح. يعني اون سيرفيس يعني بنحط سيجما. ايوه، فهذا مساحه السطح هذا تاع الكره الصغيره هاي 4 باي اي تربيع، تمام؟ واضحه هاي؟ دكتور 4 باي اي تربيع مساحه ايش؟ مساحه طيب. سطح الكره هاي، سطح الكره هاي الجوانيه الجوانيه، تمام؟ طيب اخر نقطه، دكتور بس ليش 4؟ هي مساحة الدائرة، قطع قانون الرياضيات مش دائرة، هاي كرة، كرة راجع معلوماتك بالمدارس، مساحة سطح الكرة هيك 4 باي ار تربيع. طيب الآخر حالة إذا كانت ار جريتر دان بي، فأنا بسولف وين؟ المنطقة بالخارج، بدي أحسب المجال هون، فكيف برسم سطح قاوس؟ برسمه بالطريقة هاي، هيك سطح قاوس لازم يغلف كل إشي، بطبق القانون نفسه مباشرة، بقول إي شو بساوي؟ كي كيو الان على ار تربيع، شو كمية الشحنات الجوات سطح قاوس؟ كمية الشحنات اللي هون واللي هون، كل إشي صح؟ وشو بطلع المجال بطلع عندكم بالأخير؟ قديش كمية الشحنات هون؟ هاي موجب سيجما وهاي سالب سيجما، شو بطلع عند؟ صفر. الجواب صفر صح؟ مزبوط؟ مزبوط هذا. غلط دكتور، أنا المساحة غلط غلط غلط، ليش غلط؟ لانه هؤلاء الشحنات موزعات على مساحه كبيره كثير، هؤلاء موزعات ايش؟ على مساحه صغيره، هذول ما بلغوا هذول السيجما، هذيك ما لهاش علاقه باللي برا بس. ايوه لا لهم علاقه، هاي قد هاي بس عكسها، هاي موجب سيجما وهاي سالب سيجما قد بعض وعكس بعض، بس هاي موزع على مساحه كبيره، فكيف تحسب كميات الشحنات اللي بالداخل؟ كالآن قصدي يعني كره اكبر يكون سيجما لها اكبر، يقول لك كيو ان عباره عن ايش؟ موجب سيجما طلب 4 باي A تربيع ناقص سيجما في 4 باي B تربيع، هاي A مش نفس B، ما بلغوش بعض، فهي كمية الشحنات كلهم على بعضهم، هاي كمية، فبتعوض هذا إيش؟ بكيون، بحيطلع الجواب طبعا سالب. شو نقصد بالسالب هون؟ بس اتجاه، إنه اتجاه المجال هيك رح يكون بالمنطقة هاي، هيك اتجاه المجال، واضح؟ هون بالداخل هيك اتجاه المجال، وجوه شو بكون؟ صفر.
هذا سؤال إيجاب أسئلة السنوات، واضح؟ أعطوك السؤال تتمرنوا عليه لحالكم بالدار. هذا سؤال تدربوا عليه أنتوا لحالكم بالدار. إذا كان في عندك مثلاً هولو سفير، في عندنا كرة مجوفة، هاي مش قشرة، ها مش قشرة، هاي كرة مجوفة. كيف عين شكلها؟ هاي الكرة فيها فجوة بالداخل، فيها فجوة، هاي الفجوة نصف قطرها ايه وهاي نصف قطرها بيه، كويس. الشحنات موزعة بالوسط هنا بيناتهم. توزيع شحنات ايش ماله؟ حجمي، واضح؟ في عندنا رو، الشحنات موزعة ما بين A وما بين B. هاي سفير كرة مجوفة فيها فجوة، هاي الفجوة فاضية ما فيها شحنات، كويس. المطلوب نفس الطريقة، تحسب المجال وين؟ تحسب إيه لما تكون R less than A و R بين ال A وبين ال B، ولما تكون R greater than B. هذا حلو لحالكم بالبيت تعلموا عليه، هذا إجا أكثر من مرة بأسئلة السنوات، فهذا السؤال مهم، كويس. نطلع الفرق الحجم بيناتهم شيء، كله بنحل بالقانون هذا ابو الشل. ها بتقول هيك، بتقول اي بتساوي ك في كيو ال ام على ار تربيع، بس بدك تحسب لك كيو ال ام. تمام، اللي هي بيكون فرق الحجم بيناتهم. يعني اعطيكم هند حالتين خاصات بسرعه اعطيكم اياها. اذا قلت لك احسب المجال هون بالداخل، شو طلع الجواب؟ صفر. اذا قلت لك احسب المجال برا هون برا، شو طلع الجواب؟ طيب نعمل القانون QR. فبتقول انت ايش؟ نمسح هون، حلكوا بس الحالة هيا وتدربوا على الباقيات بالدار. اذا كانت R greater than B، R اكبر من B، كويس. سؤال كتاب دكتور بشيك؟ لا هذا مش من الكتاب، هذا سيل سنوات، بجوز بيكون بالبروبلمز. R greater than B، اذا كانت R greater than B، كويس. فبتقول القانون بيساوي K في كيو ال ان على ار تربيع. لكيو ال ان كميه الشحنات جوات سطح جاوس، وين بتاخذ الشحنه؟ تعال تختبر. فسطح جاوس ايش بشمل؟ كل اشي هون. شو كميه الشحنات اللي بداخل هاي كلياتها؟ بتقول هاي تساوي رو في حجم الكره 4 على 3 باي ب تكعيب ناقص 4 على 3 باي تكعيب. ليش حطيت ناقص ساي؟ هاي الكرة الكبيرة، هاي الكرة الضخمة، وبدي اطرح منها الكرة الفاضية، من هاي فاضية ما فيش جواتها شيء. 4 على 3 بي تكعيب ناقص 4 على 3 اي تكعيب، بدي اطرح المساحة الفاضية وهي ما فيها شحنات. عشان احسب كمية الشحنات الجوات سطح جاوس، بضرب الكثافة بالحجم هذا اللي هون، هذا الحجم لازم الغيه لانه فاضي، فحطيت 4 على 3 باي بي تكعيب ناقص 4 على 3 اي تكعيب. واضح ليش حطيت طرح التاي؟ حلو الحالة الثانية بالمصلحة. ليش شحنات ليش طرحنا يعني؟ ايش ما اهملنا مثلا؟ لك لما تضرب هاي 4 على 3 بي تكعيب كذاك اعتبرت كمان في شحنات هون. اه ما بي ما اخذيتها كلها. اه بي كلها كيف لعب؟ تمام؟ عشان هيك بدك تطرح. كيف نحلها؟ كيف نطلع الشحنة لجوا؟ هي حلتها. يعني لما تكون اكبر من لما تكون بالوسط، لما تكون هون حالي وسط بيناتهم بالمنطقه هاي، فهي اسمها بس بصير محل هاي بالوسط، بصير هاي هون محل البي تكعيب، بتحط ار تكعيب، هاي حاله الكيه بالوسط، بتحط محل البي تكعيب ار تكعيب. تمام، هذا لازم تدربوا عليه لحالكم بالدار عشان تصيروا شاطرين، تعرفوا تحلوا اسئله. طيب نيجي لاخر حاله تماثل. هاي دكتور عادي لو اطلب انه ولا صح انت تنزل لنا اسئله، كنت اطلب تنزل لنا كم من سؤال يعني نتدرب عليه. منزل لكم انا الكوزات. بلينر سيمتري، كويس. هذا التماثل السطحي، خلينا نسميه الحالات اللي فيها تماثل سطحي. اخذنا حالات بكون فيها تماثل كروي، حالات فيها تماثل اسطواني، اخر حاله اذا كان عندنا شيت ورقه زي كيف الورقه هاي
وعليها شحنات موزعة بشكل منتظم، أو ديسك بس كبير عليها شحنات موزعة بشكل سطحي بشكل منتظم. كيف نحسب المجال باستخدام قانون غاوس؟ هاي آخر حالة راح نأخذها، تمام؟ طيب هذا في مثال بالكتاب عليها، هاي أسهل حالة بالمناسبة 24.5. تخيل في عندك صفحة عليها شحنات موزعة بشكل منتظم، أوكي؟ فهو بقول لك إنه نحسب E due to، السؤال بقول find E due to an infinite plane، هذا المستوى infinite plane that has uniform positive sigma. في عندنا infinite plane، في عندنا مستوى ما لا نهائي، مستوى ما لا نهائي عليه شحنات موزعة بشكل منتظم، لنحسب المجال المنتج عنه. شحنات موزعة بشكل منتظم، واضح؟ يعني تخيل في عندك ورقة أو صفيحة بس كبيرة كثير كثير، سطح أو مستوى مساحته ضخمة كثير، بدي أحسب المجال اللي بنشا عنه. هذا هو فكرة السؤال هذا، كويس؟ تخيل هاي عبارة عن ورقة، هاي إيش؟ عبارة عن ورقة، كويس؟ إذا هاي ورقة بتمسكها وبتقلبها شو بتشوف؟ بس الحفة تاعتها هيك، صح؟ يعني تطلع عليها من الجنب هنا بشوف بس الحافة تاعت الورقة، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. واضحة هاي؟ فاضل بدي أعمله، تخيل هاي الشيت اللي عندي هنا برامج تفه هيك، راح أشوف بس راح أشوف شحنات موجبة هون، كويس؟ فالمطلوب بدي أحسب المجال الكهربائي عند النقطة هاي هون، هاي نخضها على بعد مسافة شو تسموها مثلا؟ أي مسافة، ما بتهمني الشيء المسافة، خلنا نسميها مثلا R، كويس؟ بدي أحسب المجال الكهربائي عند النقطة هاي، كويس؟ كيف بدي أحلو؟ بحلو باستخدام قانون غاوس. قانون غاوس إيش بقول؟ تكامل E dot dA، ونعمله بالتفصيل أحسن، قلنا دائما تكامل E dA كوسين الثيتا بتساوي الـ Q الـ N على إبسن، وهذا هو قانون غاوس، تمام؟ وانا بنرسم سطح غاوس بحيث يمر بنقطة الحاب احسب عندها المجال ويأخذ نفس شكل التماثل. شو التماثل اللي عندك انت؟ عندك شيت مسطح، اشي مسطح، بس عندك اشي مسطح، فممكن ترسم سطح غاوس باكثر من طريقة بالحالة، يعني عندك شوية حرية، ممكن ارسمه على شكل ايش؟ اسطواني بالشكل هذا، بحيث يكون السطح هذا مسطح زي السطح الاصلي هذا، مش هذا السطح؟ يعني هذا بالاحمر مو عبارة عن شيت، هيك نعمله، هذا عبارة عن صفيحة، هذا صح؟ مستوعبينها؟ يعني هاي طريقة اللي أرسم فيها سطح غاوس، أو إذا بتحب كيف ترسمه، ممكن ترسمه إيش؟ على شكل مستطيل مثلث، أهم شيء تكون المساحة هاي والمساحة هاي موازيات للمساحة الأصلية، التماثل الموجود بس هون عندك. دكتور يعني كيف يعني إحنا نتحكم بالشكل ولا كيف؟ هذا؟ ارسم أي شكل بدك إياه، أهم شيء تكون القاعدتين موازيات للشكل الأصلي، لو واحد حاب يتمنجل ورسم عنده، في طلاب دافنشي بعمل حال، لو واحد رسم عندك طلع علي، لو رسمت متوازي مستطيلات يعني هيك برسم لك اياها، خلينا نعمل صفحه جديده بس احسن. هذا السطح اللي عليه الشحنات، واحد قال حب يرسم بالطريقه هاي عادي، صح 100%. لو واحد قال بدي ارسم مش الصفيحه اللي عليها الشحنات، قال بدي ارسم هنا مثلث وهنا مثلث أوصل بيناتهم، عادي بصير، بس أهم شيء السطح هذا والسطح هذا يوازوا إيش؟ السطح الأصلي الموجود عندك هون، كل كلياتهم مسطحات ومتوازية، هذا أهم نقطة بس، واضح؟ ما بتفرقش. نعم؟ ممكن سؤال؟ اسأل تفضل. التكامل اللي احنا بنحسبه مش تكامل لكلوزد اريا، انت هون كلوزد اريا 100%، كلوزد اريا صح. ها؟ الورقة مش closed area. مش closed. مين قال لك closed؟ في ورقة closed area مالك مش closed. هاي الورقة اللي عندنا. تذكر مخك بس يعني. اللي انت كتبته انت كان closed area. لا ركز معي. هاي الورقة كويس. كويس. التكامل شو بقول؟ تكامل المغلق لـ E dA cosine theta شو بساوي لـ Q والN على epsilon 0.
بدي احسب المجال مثلا بالمنطقه هاي كويس، فروحت رسمت لكم سطح قاوس بس نعمله بالاصفر خلص نحل عليه على شكل اسطوانه مغلقه. سطح قاوس اللي بكون على شكل اسطوانه مغلقه، مش ايش بدك تحسب له المجال. يعني قبل شوي لو محليت السلك ليش ما اعترضت علي والسلك ليش هو سطح مغلق، رسمت حوله اسطوانه واسطوانه مغلقه. يعني شوف المغلق سطح قاوس لازم يكون مغلق، مش ايش بدي احسب له المجال. وضحت؟ تمام تمام. طيب الان بدك تحسب المجال هون في عندك شحنات نعملهم بالاسود هون، شحنات كثيره كويس. تخيل في عندك شحنه اختبار هون كويس، راح تتنافر مع الشحنات بهذا الاتجاه ومع الشحنات اللي هون بهذا الاتجاه ومع الشحنات اللي هون بهذا الاتجاه. شو بصف اتجاه المجال كله على بعضه؟ يمين لليمين، هيك بكون اتجاه المجال. واضح؟ طبعا على فرض هاي ما لا نهائي الصفحه، يعني والله واحد واقف لي عند الحافه هاي اكيد مش راح تلغوا بعض، يعني هون بكون في شيء من فوق ومن تحت زي بعضه. بنفس الطريقه هون وضح اكثر بالرسمه هاي، هاي الصفيحه اللي عندي حطيت شحنة اختبار هون، فقلنا المجال بتنافر هون وبتنافر هون بتنافر هون، فالمجال كله على بعضه هيك اتجاهه راح يكون. لو حطيت شحنة الاختبار بالمنطقة هاي راح الشحنات يتنافروا مع بهاي الطريقة وهول بتنافروا مع بهاي الطريقة وهول بهاي الطريقة، فبصف المجال بهذا الاتجاه، هذا اتجاه المجال الكهربائي. واضح؟ طبعا شرط تكون ما لا نهائية عشان يصير في عندك تماثل، إذا مش ما لا نهائية ببطلوا هذولا يلغوا هذولا، بصير واحد أكبر من الثاني. يعني كيف؟ تخيل عندك السطح هذا، هذا مش مالا نهائي كويس، وحطيت شحنة الاختبار هون بالمنطقة هاي كويس، فبتقول المجال من هاي لهون آمنا، المجال من هاي لهون، المجال من هاي لهون. طب والمجال لهاي والمجال لهاي شو بدي الغيه هذولا؟ في شيء بلغيه، لازم تكون هاي ممتدة لوين؟ للمالا نهائي عشان تلغيه، أو تكون ضخمة كثير كبيرة كثير. وصلت النقطة؟ فبناء عليه بنستنتج إنه في عندنا الصفيحة عليها شحنات موجبة واتجاه المجال هيك طلع بسبب التماثل بالاتجاهي. رسمنا سطح قاوس على شكل اسطوانة. أهم إشي بالسطح قاوس إن تكون القاعدة هاي كمان، هاي القاعدة بتوازي الصفيحة هاي اللي عندي بتوازيها كويس. أنا أكتب القانون وطبق، خلص السؤال. تكامل E dA كوساين الثيتا بيساوي لكيو الان على إبسن زيرو، تمام؟ بالنسبة للزاوية، وين اتجاه النورمال هون؟ هاي اتجاه النورمال، صح؟ وين اتجاه المجال؟ هاي اتجاه المجال. شو الزاوية هون بناتهم؟ شو الزاوية مالكم؟ هاي ممتاز، شاب نص وفصل. الآن تعالوا على الجهة هاي، هذا اتجاه النورمال دائما خارج من السطح وهذا اتجاه المجال، ايش الزاوية بيناتهم كمان؟ صفر، تمام؟ تعال على السطح الجانبي، هذا اتجاه النورمال للسطح الجانبي صح؟ فقديش الزاوية بينه وبين المجال؟ 90 درجة. تعالوا من فوق، هذا اتجاه السطح الجانبي، فهنا عكس المثال اللي حليته قبل شوية، التدفق بيكون من خلال القاعدتين مش من خلال السطح الجانبي. بس المثال اللي حليناه قبل شوية كان القواعد ما فيه تدفق، انعكست الآية، فهي سهلة كثير. شوف ما أسهل السؤال صار عندك، نعوض هنا، فبطلع التدفق المجال في المساحة، هاي التدفق زي ما كنا نستخدم القانون مباشرة، شو بتقول؟ هاي مساحة مسطحة في المجال، قديش التدفق بطلع؟ إيه في إيه زائد صفر زائد اي في ايه، هذا التدفق بس. التدفق على القاعده هاي هالقده، هذا التدفق على القاعده هاي، هذا التدفق على السطح الجانبي. هذا كله ايش لازم يساوي؟ كميه الشحنات الجوات سطح قاوس. سطح قاوس عباره عن شكل اسطوانه، هاي هيك شكله صح؟ فكميه الشحنات المحصوره داخل سطح قاوس راح تكون هي المحصوره ضمن ايش؟ ضمن الخط هذا الاصفر صح؟ وشحنات موزعه على شكل سيجما. إذن شو بستنتج هنا؟ إنه كمية الشحنات الجوات سطح قوس عبارة عن سيجما ضرب إيه. ليش إيه؟ هاي المساحة نفسها هاي نفسها هاي، يعني هاي الأسطوانة راح تحصل مساحة مقدارها إيه عليها شحنات
موزعات بشكل سيجما. فسيجما في ايه هاي سيجما في ايه هاي بيعطينا كميه الشحنات اللي حاصلتهم الاسطوانه المغلقه هاي، هذا كله تقسيم ابسيلون زيرو. فبتلاحظوا هون الاي بتختصر مع الاي بتختصر مع الاي، شو بصفي الجواب كله على بعضه 2 اي في سيجما على ابسيلون زيرو. اذا المجال شو بطلع؟ سيجما على 2 ابسيلون زيرو، هذا الجواب النهائي. واضح هذا دائما صح، فيش في حالات مش زي الكره والاسطوانه بتمنجقوا فيه، بس احفظوا احفظوا وخلصنا. شو الجواب بطلع؟ سيجما لحظه شويه على 2 ابسيلون زيرو. هذا المجال بنشا ايش؟ عن صفيحه ضخمه، صفيحه ما لا نهايه عليها توزيع شحنات منتظم. هذا الجواب وبس احفظوه، يعني فيش داعي تعيدوا مره ثانيه باستخدام قانون جاوس. خلص هذا الجواب وبصموه بصم. تفضل اسال. تفضل. طيب يعني مثلا كل شكل اشتغلنا عليه طلع معنا بالاخر قانون، طيب ليش ما نعتمد الشكل نعتمد قانون وخلص؟ يعني المطلوب منا بس اننا نعرف نستخدم القانون. يا ابني يا ابني هسه اذا بتروح على يوتيوب كويس راح تلاقي في شروحات كثيره، في جزء من الشروحات هاي بتعطيك القوانين الملخص وبتعطيك مثال عليه، قانون ومثال قانون ومثال كويس. هاي طريقه للبصم، انت طالب التوجيه بتنفع مثلا بالمدارس، انت طالب جامعه بدك تفهم القانون منين اجى عشان تطور عليه وتحسن وتعرف تستخدمه. اذا مش فاهم كيف اشتقيت القانون بتعرف شلون عيوب القانون، فانت ممكن تصير مثلا مهندس بدك تستخدم هذا القانون بتطبيقات كهربائيه، بدك تعرف شو العيب القانون هذا، مش تكون باصب لي يا بصم. يعني بامكاني اعطيك يعني الزبده اركز على اشتقاقه على القانون. يا ابني انت كطالب بكره بدك تصير مثلا مختص بتخصصك فيزياء تخصصك هندسه مدنيه ولا غيريه وشو ما يكون تخصصك، بهمك تعرف القانون منين اجى، بهمك للتخصص تاعك عشان تعرف تستخدم القانون هذا توظفه عشان تصير تفكر كمهندس تفكر كفيزيائي كعالم كويس. اما والله اذا بصمت القانون هذا بصم ما بيفيدكيش، انت مش بدك تمتحن توجيه وتكوب القانون هذا، بدك تبني عليه ان هذا تخصصك بدك بيعتمدوا عليك بالمستقبل. يعني ليش بهم قلت لك تفهم القانون منين اجى؟ لانه مثلا لو قلت لك انه في عندي والله صفيحه كالاتي، هاي صفيحه مسطحه، قديش المجال هنا؟ بتقول المجال هنا سيجما على 2 ابسيلون زيرو. هذا غلط، هذا صحيح بس اذا كانت هاي صفيحه ايش مالها كبير كثير او تمتد للما لا نهايه. اذا ما كانت ما اذا كانت ما بتمتدش للما لا نهايه بتقول التقريب تاعنا بكون هذا الجواب صح، هاي الصفيحة اللي عندي بالمنطقة هي يكون قريب عليها، بالمناطق هاي قريب عليها، بعيد عن الحواف لكي تكون فهم روح القانون. إنه هم درسكم فيزياء يعني بإمكاني أوفر على حالي بهلك حالي وأنا أشرح وأنا أفصل عشان أنتم تستفيدوا، لأنكم طلاب تخصص أساسرتوا كل واحد له تخصص معين وبهم الأشياء هاي تفاصيلها. وصلت؟ إحنا مش توجيهي، انتبهوا للنقطة هاي بدك تفهم. طيب دكتور هسه اللي ما نزل لاب الفيزياء مع المادة يصير في إشي خربطة أو لا؟ لا لا ما هاي ما هاي بوادي بهاي وبادي ما لهنش دخل ببعض، ما لهنش دخل ببعض. لا فقلنا إذا كان عندنا صفيحة ما لا نهائي المجال بطلع السيجما على 2 إبسيلون زيرو، والسيجما هاي كثافة الشحنات السطحية، كثافة الشحنات السطحية. بالنسبة لاتجاه المجال سهل، إذا كان الصفيحة اللي عندي عليها شحنات موجبة هذا اتجاه المجال بالجهة هاي وهذا اتجاه المجال بالجهة هاي كويس. إذا كان الصفيحة عليها شحنات سالبة نفس القانون بظل ينطبق بس هيك بكسر اتجاه المجال. واضح؟ بصير المجال خطوط داخلة نحو الصفيحة كله على شكل خطوط متوازية، كله على شكل خطوط متوازية. يعني طلعوا لي على النقطة هاي المجال إيش بيساوي؟ سيجما على 2 إبسيلون زيرو كويس. لو كان في عندي هون صفيحة، ركزوا معي على النقطة هاي كويس، لو سألتكم قديش المجال عند النقطة هاي شو بتجاوبوني؟ سيجما على 2 إبسيلون. معناته إبسيلون. ممتاز، سيجما على 2 إبسيلون زيرو. طيب هون نفس الشيء، هون نفس الشيء، هون نفس الشيء. هذا الكلام صحيح نظريا إذا كانت الصفيحة إيش هاي؟ نهائية للما لا نهاية. أما إذا كانت هاي الصفيحة صغيرة كل ما تبعد بتبين عليك نقطة، شو بصير هاي الصفيحة شكلها نقطة تصغر صح بدل ما تصيرها ما لا نهاية. وصلت؟ يعني هذا القانون صحيح بس إذا كانت الصفيحة ما لا نهائية، إذا ما كانتش ما لا نهائية متى هذا صحيح؟ بس بالمنطقة هاي تكون بعيد عن الحواء ولا بالمنطقة إذا بتبعد كثير عنها أكيد المجال بده يضعف صح ولا لا؟ صحيح. فهذا اللي بدي تفهموه، بديش تبصموا بصم، بدي تطلعوا فهمان المادة صح كويس؟ طيب وإن هذا السؤال تاع الصفائح ما بيلعبوا فيه
بيستخدم القانون هذا مباشره وبس. يعني ممكن ايش يعطيك لك بالامتحان؟ اعطيك صفيحتين بالزقبات، تخيل اعطيتك ايدت شطب شطب، اعطيتكم السؤال هذا، هاي صفيحه عليها موجب سيجما، وهاي صفيحه ثانيه عليها سالب سيجما، قلت لك احسب لي المجال الكهربائي هون بالمنطقه هاي على اليمين، شو بتقول بالحاله هاي؟ قد بعض عكس بعض، هون هاي سالب سيجما وهاي موجب سيجما، سالب سيجما وموجب سيجما، بتقول بحط شحنة اختبار موجبي هون، كويس. الان هاي الصفيحه ايش مالها؟ سالبه وهاي موجبه، فشحنة الاختبار راح تنجذب للشمال بسبب الشحنة السالبه، وراح تتنافر مع هاي الصفيحه لوين؟ لليمين. مظبوط. الى انه المجال اذا كان هو الصفيحتين ما لا نهائيات او كبار كثير بيعتمدش على المسافه، كثافه الشحنات هون زي كثافه الشحنات هنا، شو بطلع المجال هنا؟ صفر بلغي بعض، فبطلع المجال هنا ايش؟ صفر. وكمان المجال بالمنطقه هي ايش؟ بطلع الصفر، بشرط ايش؟ تكون هاي السيجما قد السيجما هاي بس عكس بعض، هاي موجب سيجما وهاي سالب سيجما، اذا مش قد بعض ما بيصفر. وصلت؟ ما بيصفر، انتبهوا لهي النقطة. تيجي المنطقة بالداخل بيناتهم، بيناتهم لو حطيت شحنة الاختبار الموجبة هنا راح تتنافر مع الصفيحة الموجبة بهذا الاتجاه وتنجذب نحو الصفيحة السالبة، فالمجالين ايش مالهم؟ بيجمعوا جمع، فشو بطلع المجال الكلي بيناتهم؟ سيجما على ابسلون زيرو. لأنه واحد على اثنين، واحد على اثنين، شو بطلع الجواب كله؟ سيجما على ابسلون زيرو بس. هذا المجال ان بتوين. دكتور بس السؤال اسال، وكان الصفيحات انت قلت كبار، نبطل ننظر لناحيه المسافه يعني نكون نعتبر نفس المجال. صح 100%. يعني بالنقطه طبعا بالامتحان بقول لك انفنت يعني انفنت يعني خلص تعتبرها حاله مثاليه، كويس. فهذا المجال بالداخل هالقده وبالخارج بكون اصفر. ناخذ حاله ثانيه، اذا اعطيتكم هاي مثلا عليها ناخذ قديش هاي؟ هاي سيجما واحد وهاي عليها سالب سيجما اثنين، اختلفوا هنا شوي. ها هاي موجب وهاي سالب، قديش المجال بيناتهم بدي يطلع؟ شو بتقول المجال بيناتهم؟ بدي المجال بيناتهم هاي عليها شحنات موجبة هاي عليها شحنات سالبة، حطينا شحنة اختبار هنا، قديش المجال بالداخل؟ ان سيجما واحد من ابسلون صحهم جمع. شو بتقول هون المجال كل عباره عن ايش؟ ركزوا معي، الموجب كيف اتجاهها؟ باتجاه الاي هات، والسالب كيف اتجاهها؟ اي هات كمان. فبتقول هون سيجما، ركزوا معي كيف تكتبها، سيجما واحد تقسيم ايش؟ 2 ابسلون زيرو اي هات، وهون بتقول زائد هاي سيجما 2، شو بتحط عليها؟ قيمه مطلقه تجمع جمع. ايوه عشان تجمع جمع، مش خليها سالبه تطلع طرح. بدك انتبه للنقطه هاي، هاي هون موجبه عادي ما فيش مشكله، بس هاي السالب بحط عليها قيمه مطلقه لانه سنتين لليمين عشان تجمعهم جمع، هاي اي هات وهاي اي هات. وصلت؟ وانا بطرح وطرح وهنا بطرح وطرح، يعني بالبيت تدربوا عليها، حاول احسب المجال هون واحسب المجال بالخارج، كويس. اكثر مش بيطلع سيجما ابسلون زيرو اي هات الجواب النهائي هون شو بيطلع؟ بدك تجمع هاي زائد هاي على 2. خلاص تمام. مش دكتور بتصير الإشارة سالبة وبصير جهة تمشي، آسف سالب أيها. لا هون الجواب بيطلع اليمين. برقصتك بالخارج. نعم. لا ركزوا معي، سؤال زميلكم كويس، ركزوا معي سؤال زميلكم بقول طيب بالخارج بالمنطقة هاي، ونأخذ هذا خط الأزرق، لو حطيت شحنة اختبار هنا هاي راح تنجذب وهاي راح تتنافر، حسب أي أكبر سيجما واحد ولا سيجما اثنين؟ إذا سيجما واحد الكبيرة رح يكون اتجاه المجال اليمين، إذا سيجما اثنين الكبيرة رح يكون اتجاه المجال الشمال، حسب أيها إيش؟ مجالها أضخم، مجالها أكبر. وصلت؟ كمقدار دكتور نطرحها من بعض مش هيك؟ يعني أكتب لك إياها هون بالجهة هاي نكتبها. سنيجي على المنطقة هاي اللي هون، هاي بالأزرق بدي أكتب، هاي المنطقة اللي هون، كويس؟ ففي عندك مجال هون ومجال هون، فبقول المجال الكلي عبارة عن يساوي مجال الشحن الموجب بتقول سيجما واحد على 2 ابسلون زيرو اي هات، مجال الشحن السالب رح يكون ايش؟ الشمال،
فبتقول هون السالب السيجما 2 حط عليها قيمة مطلقة اي هات على 2 ابسلون 0. واضح؟ حطيت قيمة مطلقة عشان ما تعوضيش السالب مرتين، يعني بدي اتجاهها يكون الشمال، مش رح تحطوها كمان سالب اطلع موجب. وصلت؟ مجال الأولى لليمين، هاي المجال الأولى لليمين سيجما 1 على 2 ابسلون 0 باتجاه الاي هات الموجب، هاي الشحن السالبة مجالها شمال، بشد شمال هون بالمنطقة هاي، لما نسولف عن المنطقة هاي على اليمين. كويس؟ فحطيت سالب اي هات شمال وحطيت هنا قيمة مطلقة عشان ما ارجعش اعوض الإشارة مرتين، تمام؟ وحسب، إذا كانت السيجما 2 هي الكبيرة بطلع اتجاه شمال، إذا السيجما 1 الكبيرة بطلع اتجاه يمين، بهالبساطة هاي، تمام؟ حد عنده سؤال؟ يعطيك العافية. الله يعافيكم، المحاضرة الجاية بحل لكم كمان إن شاء الله أمثلة زيادة.